السلام عليكم أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم الكنز الثمين صفحة ثمانية وستون كان لفلاح ثلاثة أبناء هاجروا إلى المدينة بحثا عن العمل والربح الكثير كما كانوا يظنون مرض الفلاح وخاف أن يهمل أبناءه الأرض بعد وفاته فجمعهم وأوصاهم قائلة لقد تركت لكم في هذه الأرض كنزا ثمينا فابحثوا عنه وبعد ايام توفي الفلاح فاقبل ابناؤه على ارضهم يقلبونها شبرا شبرا لكنهم لم يجدوا شيئا فجلسوا يفكرون في وصيه ابيهم قال اصغرهم لعل ابانا كان يهذي من الحمى فرد عليه اكبرهم لا اظن ذلك انه كان يقصد شيئا فقال اوسطهم هيا نزرع الارض ما دمنا قد قلبنا تربتها زرع الاخوه الثلاثه الارض قمحا وشعيره واعتنوا بالزرع حتى نضجت سنابله فحصدوها وباعوا المحصول بنقود كثيره فعرفوا ان اباهم اراد ان يحثهم على العمل وان يعرفوا ان الارض هي الكنز الثمين اذا وجدت من يخدمها ويعتني بها فعاشوا ينعمون بخيراتها الوفيره شكرا لكم اعزائي التلاميذ والى اللقاء